مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نعلمكم كيف بالستريم يارد تقدر تحط برومو قبل أو نهاية اللايف تبعك. طبعا أول شيء بكون محضر البروموس تبعتك، بتدخل على براند في هناك براند إذا شايفينها، وفي البراند بتدخل على اوفرلاي. في الاوفرلاي ممكن تنزل لتحت تضيف هوم اوفرلاي، بتقدر تضيف فيديو اب تو اي ثينك 5 مينتس هلا، وحجمه اي ثينك 100 ميجا بايتس. فانت بتدخل هون تقدر تضيف البرومو اللي بدك اياه، مثلا بدنا نضغط على هذا بكون فيديو، عادة البرومو دقيقة ل 30 ثانية لدقيقة. زي ما انتم شايفين عم بعمل له ابلود، عمل له ابلود اوريدي، سريع جدا. وممكن تدخل وتحطه مثلا زي هيك، بس تضغط عليه بيطلع لك، تضغط عليه مرة تانية بروح. لما بتعمل البرومو بعمل ميوت لإلك ولكل الضيوف خلال هذا، which is good. اوكي، فانت بكل سهولة اول ما تطلع لايف، بتكون مجهز الماوس على البرومو اللي بدك اياه، وبتضغط هذا البرومو بتطلع البرومو، بتلغي البرومو او بخلص البرومو دايركت، انت بتكون على الشاشة. اذا بدك تشيل اي برومو ما بدك تستخدمه، بس تضغط على الاكس اللي هون وبروح هذا البرومو، بتعمل له ديليت زي ما انتم شايفين. فانا محضر هون عدة بروموز، انا كاين فيديوهات مسويها لكل برنامج بنعمله، وبكل سهولة ممكن تحط هذا البرومو. بس حبينا نعطيكم هاي المعلومة، يعطيكم الف عافية، وان شاء الله نراكم في فيديوهات اخرى عن ستريم يارد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.